أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة التاسعة من ليبيا الأحرار. البداية كالمعتاد بأبرز العناوين. تقرير خبراء الأمم المتحدة يتهم صدام حفتر بإخفاء أموال بقيمة تتجاوز المليار دينار. لجنة الأزمة تعلن توفر الدقيق والوقود بطرابلس بكميات مناسبة وسط وصول المياه تدريجيا إليها. ليبيا تودع عميد قرائها ومشايخها الشيخ مصطفى قشقش ومحبو الشيخ وذووه يشيعونه إلى مثواه الأخير. مرحبا بكم إلى التفاصيل. كشف تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا عن قيام الكتيبة 106 بقيادة صدام خليفة حفتر بنقل كميات كبيرة من الأموال من المصرف المركزي فرع بنغازي إلى وجهة مجهولة في نهاية عام 2017. وذكر التقرير الذي صدر الشهر الحالي أن فرع المركزي ببنغازي كان يحوي 639 مليون دينار ليبي، إضافة إلى 159 مليون يورو، بينما قدرت قيمة الدولار المستحوذ عليه بمليون وتسعمائة ألف، إضافة إلى كميات من الفضة وعملات أخرى. هذا وتواصلت قناة ليبيا الأحرار مع مسؤولين بالمنطقة الشرقية دون أن تتلقى أي جواب. أكثر من مليار ونصف المليار دينار وكمية من الفضة هي جميعها أموال وممتلكات جرى الاستيلاء عليها من المصرف المركزي بنغازي، اتهم بالوقوف وراءها نجل قائد عملية الكرامة خليفة حفتر، وذلك عندما نقلت الكتيبة 106 التي يقودها صدام هذه الأموال إلى جهات مجهولة نهاية عام 2016 وفق تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة. هكذا مر الخبر مرور الكرام في ليبيا، فلم يظهر عن الحادثة التي مر عليها أكثر من عامين سوى رواية لم تكتمل تفاصيلها تحدث عنها محافظ البنك المركزي في البيض علي الحبري في تصريحات تلفزيونية، وقال إن أموال خزانة المصرف غمرتها مياه الصرف الصحي وأدى لتلف ما فيها من أموال، وانتهى الخبر عند كل ذلك. فرع بنغازي كان في دائرة اشتباكات، وطبعا دخلت للمجاري في الخزائن لوطة وتلفت الأموال، يعني حكاية طويلة. يعني أكثر من عامين مرا على الحادثة ولم تفتح الجهات المسؤولة أي تحقيقات فيها، ابتداء من البرلمان ولجانه، ولم تنشر أي تفاصيل عن الحادثة ومن يقف وراءها. لم يتكلم حفتر الأب أيضا عن الحادثة، فالمتهم هنا هو ابنه قبل أن يكون قائدا للكتيبة 106 التابعة لقواته في مدينة بنغازي. كل ذلك يأتي وسط تقارير طبية عن تدهور الوضع الصحي لجرح قوات الكرامة في بنغازي وعدم استكمال علاجهم بالمصحات خارج البلاد، فضلا عن تأكيد مصادر محلية أخرى شراء عدد من ضباط وجنرالات عملية الكرامة مزارع وعقارات في مدينة بنغازي وخارج ليبيا. قضية نهب الأموال وتهريبها في الداخل والخارج من أكبر القضايا العالقة في ليبيا اليوم بعد ثورة فبراير، وكلها تطرح عددا من التساؤلات عن الأطراف التي تقف وراءها في ظل ضعف الأجهزة الرقابية والقضائية لاستردادها، فضلا عن غياب التعاون الدولي وملاحقة المتهمين أفرادا ومؤسسات.
للتعليق على هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الناشط السياسي جمال عبد المطلب، وعبر سكايب من الإسكندرية الناشط السياسي خالد الشارف. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد الشارف من الإسكندرية. تقرير الخبراء الأمم المتحدة اتهم صدام حفتر بإخفاء أموال بقيمة تتجاوز المليار دينار من مركزي بنغازي، لكن حتى الآن القوات العسكرية في المنطقة الشرقية لم تعلق حتى اللحظة على هذه الحادثة، لماذا برأيك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنتهز الفرصة لأعيد على كل المسلمين والليبيين بحلول السنة الهجرية الجديدة، إن شاء الله تكون عام سعيد على الليبيين وعلى الأمة الإسلامية بالكامل، وأيضا أترحم على الشيخ مصطفى قشقش، هذا الرجل الطيب الذي علم الكثير القرآن وحفظهم كتاب الله. أما ما حدث في ليبيا منذ 2015 إلى هذه اللحظة هي عملية مدبرة بشكل ممنهج جدا. لو لاحظنا أن تقرير الأمم المتحدة أو تقرير مجلس الأمن لتقصي الحقائق استند على ثلاث أشياء. الأولى وهي طريقة الأموال والذي ضلع فيها سيد صدام حفتر، ابن حفتر الذي هو يقود الجيش في برقة، وأيضا النقطة الثانية وهو القتل والتعذيب من بعض الميليشيات ومن بعض المسلحين والكتائب التي يعني استكنت المدن وأضاعت شباب ليبيين بسبب جهوي أو قبلي أو مالي أو 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 حتى سياسي. أيضا البند الثالث وهي سرقة النفط الليبي أو تهريب النفط الليبي إلى الخارج، سواء إلى تونس أو إلى مالطا أو إلى دول أخرى لا نعلمها. الحقيقة للأسف هذه الثلاث أشياء كانت جل التقرير الذي كتب من لجنة تقصي الحقائق في المجلس الأمن. أما السيد صدام الذي انتهز فرصة قوته ووجود والده على رأس مؤسسة أو مؤسسة تحمل من السلاح وتحمل من العتاد ومن الجنود ما لا يملكه كل الليبيون في بعض أو في كل المناطق أو جل المدن، استغل هذه النقطة وفي ليلة وضحاها وجدنا مصرف ليبيا المركز في بنغازي، فرع بنغازي، وقد سمعنا بهذه الأرقام سلفا وسابقا منذ سنة ونصف تقريبا، ولكن كذبت هذه الأخبار وقلنا لا، لأن مش معقولة هذه الأموال تكون موجودة وأن هناك أيضا إذا ما ورد في التقرير سيد الشارف حسم الجدل حول اختفاء الأموال، والحديث كثر طوال الفترة الماضية أو حتى السنوات تحديدا حول اختفاء هذه الأموال. سأعود لك سيد الشارف، لكن دعني أنتقل إلى السيد جمال عبد المطلب من طرابلس. سيد جمال، السيد الشارف يقول أن صدام انتهز وجود والده على رأس قيادة عملية كرامة وكما سماها الجيش إلى غير ذلك، لكن ما ورد في التقرير وما قام به صدام، إلى ماذا تشير هذه المعلومات؟ أهلا وسهلا، أحييك وأحيي الضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. الحقيقة ويعني وأستمطر شآبيب الرحمة والرضوان على عبد الله بن مسعود ليبيا شيخنا الشيخ مصطفى قشقش رحمة الله عليه. ابتداء أقول سيدي الكريم، كثر اللغط والكلام عن مسألة هذه أن الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والعالم حتى نحن كنشطاء لمناها وقلنا هناك تقصير، لكن خروج هذا التقرير يدل على أن هناك شغل وراء الكواليس من هذه اللجنة، شغل دقيق جدا وتتبع مع نشطاء ليبيين حقوقيين سياسيين صحفيين، وخرجت الحقائق يعني كشفت المستور في قضية صدام خليفة حفتر وقضايا أخرى، قضايا حقوق إنسان، قضايا تهريب نفط، تطاول على انتهاكات اعتداء على أموال ليبية، وبالتالي تهريب نفط إلى آخره. وبالتالي هذا ابتداء نقول إن العالم يراقب والليبيون يراقبون، ولن يفلت أحد من العقاب، سوف تتتبعهم العدالة في الداخل وفي الخارج عندما تستقر الدولة الليبية، وهناك قضايا مرفوعة ضدهم
وسوف تسترجع الأموال، هذا ابتداء. النقطة الثانية، القراءة الثانية أستاذي الكريم، هي وهي نقطة مهمة، يعني كثر الكلام عن مسألة الجيش، مؤسسة الجيش، ولا تتكلم عن الجيش وإنه يحارب في الإرهاب وإنه يحافظ على مقدرات الدولة، والجيوش يا سيدي مهمتها التدريب، تطور نفسها، تتدرب، مناورات، تعليم، وتحمي الحدود وتحمي المقدرات وتحمي كل شيء. في الداخل هناك أمن، وإذا عجز الأمن يتدخل الجيش فترات الطوارئ. لكن للأسف هذه المجموعة التي سميت بالجيش في شرق ليبيا، مجموعة من الميليشيات والعصابات انتهكت حقوق الإنسان، نبشت القبور، قتلت، حطمت، دمرت الدور، هجرت أهلنا من بني غازي من مناطق كثيرة باسم محاربة الإرهاب. وأخيرا يخرج علينا هذا التقرير ليفضح جريمة القرن إذا صح التعبير، هذه الأرقام الرهيبة أين ذهبت وأين وزعت ومن أخذها، وهذه المؤسسة التي كشفت هذا مؤسسة دولية محايدة متخصصة استعانت واتاحت الفرصة سيد جمال للجميع بأن يدافع. نعم سيد الشارف، نعم. تقرير الخبراء وأيضا إدراج الجدران على قائمة العقوبات الدولية من قبل الخزانة الأمريكية، إضافة إلى إقرار الترتيبات الأمنية وما تحدث عنه سلامة في مؤتمر صحفي في الأيام الماضية، كل هذا ماذا يعني أنه جاء في وقت واحد الآن وفي هذه الأيام، ما دلالته في رأيك؟ من الواضح جدا أن المجتمع الدولي يريد الاستقرار لليبيا، ويريد أيضا كشف الأوراق التي أخبئت أو دست في الأدراج طيلة 3 سنوات أو 4 سنوات الماضية. المصالح الدولية ودول بعينها تحتاج الآن إلى استقرار ليبيا، لأن هناك فعلا الهجرة الغير شرعية، وهي الهاجس الخطر جدا على أوروبا وعلى مناطق جنوب أوروبا، وخاصة إيطاليا وفرنسا وأسبانيا واليونان. هذه الدول تريد الاستقرار لدولة كما هي ليبيا بفوضويتها الآن، وانتهاك حدودها وعدم وجود أمن بها هو يسبب لها الأرق ويسبب لها كثير من الخسائر. أعتقد أن المصالح الدولية أصبحت الآن الأوراق على المكشوف، ولا بد من كشف المستور. جدران أخطأ منذ البداية عندما أقفل النفط وقعد يقول أن النفط يباع بدون عددات، وهذه كذبة كان يؤيدها للأسف الشديد كثير من أهلنا في برقة وفي المنطقة الشرقية وأيضا في الغرب وفي الجنوب. اليوم هم نفسهم يحاربون جدران ويقول عليهم أنه كان عصابة، ويؤيدون اليوم حفتر. الغريب أن هناك أمور جهوية أصبحت من يخرج علينا في المنطقة الشرقية أو في برقة يصبح بطلا لأنه يعتدي على حقوق المواطنين في الغرب أو في الجنوب. نعم. وهذا أمر للأسف الحديث عن حفتر سيد الشارف، كيف لا أن يقنع المجتمع الدولي ربما كطرف سياسي الآن بعد الأطراف الأخرى في الأزمة بأنه ربما هو المنقذ كما أو يتصدر المشهد، خصوصا وأنه هناك عديد المؤيدين له يصفون أن المؤسسة هي مؤسسة منقذة وهو جيش نظامي وجاء لحماية المؤسسات وابنه متورط كما يتحدث التقرير. أنت تعلم أن من انضم إلى حفتر هناك فعلا ضباط وضباط صف وجنود أكاديميين لا ننكر ذلك، كما هم موجودين الآن في المنطقة الغربية وموجودين في المنطقة الجنوبية. هؤلاء للأسف الشديد لمكاسب شخصية ولمكاسب مناطقية وجهوية، وأيضا لعودة النظام القذافي. للأسف كثيرا من كان هو يعمل في النظام القذافي أصبح الآن يعني موجود من القيادات التي يعني تقوم بالتخطيط والتمركز مع واللوجستيك مع السيد حفتر، ووجدنا ذلك السيد محمد بالقاسم الزوي في الاحتفال، ووجدنا أيضا كثير من الشخصيات التي كانت مع القذافي الآن تعمل مع حفتر. فأعتقد الذي تكون أو التي تأسس كنواة أكاديمية عسكرية هناك لها مصالح ليس للوطن بل فقط جهوية مناطقية شخصية أو انتقامية لأمور معينة أتى بها بأجندة خارجية، يعمل بوفق مبدأ الدقة، ولكن سبحان الله عندما يكون هناك غش للوطن وللمواطن تأزم الأمور بسرقة سيد جمال. نعم واضح سيد جمال، بتورط ابنه في سرقة يشهد بها العالم. للأسف هناك كثير من السرقات وضحت هذه النقطة الانتهاكات المالية
إلا أن الآن سيد جمال، ألا يؤثر في هذه النقطة أيضا، ألا يؤثر في اعتقادك هذه الممارسات من قبل هذه الكتائب على سمعة ما يصور على أنه جيش نظامي، ويقول من يؤيد فكرة هذا الجيش على أنه جاء لحماية مؤسسات الدولة ولا غير ذلك؟ نعم، يؤثر تأثيرا بليغا. هو طبعا هناك هذا ما يسمى بها بالجيش، هذه الميليشيات التي عاتت في الأرض فسادا وقتلت المشايخ والعلماء وتصرفت بعقلية جهوية واستخدمت هتافات مزعجة، نحن تجاوزناها مرحلة. أعتقد أن ما حدث، هذا الذي حدث، هذا هو القشة التي تقصم ظهر البعير وكشفت المستور كما قلنا، وتعرت الأمور، والآن لا يستطيع أحد أن يدافع عن هؤلاء اللصوص. وأعتقد أن حتى رجالات المنطقة الشرقية، هناك أناس كانوا يعتقدون بأنها مؤسسة عسكرية ويريدون أن يدعموها، ولكن الآن سيترك هذه الميليشيات وهذا ما يسمى بالجيش الكثير منهم. وأعتقد أن النقطة الأخرى وهي مهمة جدا أستاذي الكريم، وأحب أن أنوه بها، لا يستطيع أحد أن يقول إن خليفة بالقاسم حفتر ما يسمى بالمشير أو قائد الجيش أو إلى آخره أو القيادة العامة لا يعلم. لا يمكن أن يصدق أحد. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يعني هذا ابن لا يتحرك، لا يعمل حتى الأعمال الصغيرة، لا يمكن أن يتحرك حركة إلا لابد أن يستأذنه، لا يمكن. وبالتالي أعتقد أن خليفة حفتر يتحمل المسؤولية الأولى، وهو الذي أذن لهم، وهو أستطيع أن أمشي أن أذهب أكثر من ذلك وأتكلم باسم الرأي العام. أستطيع أن أقول بكل يقين بأنه هو الذي وزع، كما تقول هو الذي أذن لهم، وابنه نعم. ابنه ذهب. أختم معك بهذه الجزئية، هو أذن لهم وهو الذي وزع الأموال، وهو الذي عفوا أختم هو وابنه أخذ نصيب الأسد، وذهب ابنه إلى دبي، إلى دبي وأشترى أبراج هناك وأملاك وإلى آخره. نعم. هذا ليس جيشا، هذه عصابة. واضح سيد جمال. أنتقل بسؤال أخير إلى الشارف. يجب أيضا أن يحاسب ويجب أن يسترد. واضح سيد الشارف. فيما يتعلق بردود الفعل حول هذا التقرير، تحدثنا في بداية هذه المقابلة عن لا وجود أي ردة فعل من قبل عملية الكرامة، في المقابل أيضا عدم وجود أي ردة فعل من قبل مجلس النواب وبصفته السلطة التشريعية. هناك من يقول إنه النفوذ الممارس من قبل حفتر على مجلس النواب هو ما يفسر عدم وجود أي ردة فعل، لأن المتهم هو نجل حفتر. بكل تأكيد سيدي الكريم، أنت تعلم حتى في احتفال 17 فبراير لم يخرج في مدينة بنغازي ولا في برقة من أي المدن عدا بعض المدن زي طبرق والبيضة بشكل بسيط، وذلك خوفا من حفتر، لأن حفتر لا يؤمن ب 17 فبراير ولا بثوار 17 فبراير. فكيف سيدلي الشارع أو الرأي العام في المنطقة الشرقية أو في برقة أو حتى من هم موجودين مؤيدين له في الغرب أو في الجنوب بأي ردة فعل؟ هم الآن في الصدمة، يحتاجون إلى وقت لتبرير هذه الجريمة وإلى إخراج الدولة أو البلاد في موضوع آخر، ربما يتم تفجير أو قتل أو أي كارثة في ليبيا، ليتجه الرأي العام إلى هذا الأمر، لينسى الشعب وينسى الليبيون المؤامر أو السرقة أو النهب. نكتفي بهذا القدر من أموالهم. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من القاهرة الناشط السياسي خالد الشارف، وعبر الأقمار الصناعية من طرابلس الناشط السياسي جمال عبد المطلب. أود أن أنوه مشاهدينا لأننا نتواصل مع عدد الأطراف منهم من في عملية الكرامة وحتى في المصرف المركزي البيضاء للتعليق حول ما ورد في هذا التقرير وما المعلومات الواردة، لكننا لم نتحصل على أي رد أو تعليق حيال هذه المطالبة. إذن نواصل نشرتنا مشاهدينا. أعلنت الناطقة باسم لجنة الأزمة والطوارئ المشكلة من الرئاسي هند شوبار وصول إنتاج شركة الكهرباء من الطاقة إلى نحو 5000 ميجاوات بعد استكمال صيانة خط 220
جنوب طرابلس. وأكدت شوبار في تقرير لعمل اللجنة الخميس تزويد عدد من المستودعات في المنطقة الوسطى والغربية بالوقود، إضافة لوصول اسطوانات غاز الطهي لعدد من المناطق. كما أعلنت الناطقة باسم لجنة الأزمة قرب وصول مياه النهر الصناعي لكافة مناطق طرابلس وتوزيع كميات من الدقيق على بلدتي سوق الجمعة وبوسليم وسد احتياجات المنطقة الوسطى بالكامل وفق قولها. أعلن عضو لجنة الأزمة ببلدي طرابلس المركز ناصر الكراوي بدء وصول مياه النهر الصناعي تدريجيا إلى أحياء العاصمة منذ فجر الجمعة. وأضاف الكراوي في تصريح لليبيا الأحرار أن جهاز إدارة النهر الصناعي أفادهم بزيادة ضخ المياه وتحسن الوضع التشغيلي للجهاز، ما يعني قرب وصول المياه لكافة أنحاء العاصمة هذا اليوم وفق قوله. أفاد مدير دائرة الأعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد تكوري بانتهاء صيانة دائرة جنوب الهضبة رقم 1 التي أصيبت أثناء اشتباكات الثلاثاء الماضي. وأضاف تكوري لقناة ليبيا الأحرار أن الشركة لم تتمكن حتى الآن من صيانة الدائرتين الرئيسيتين جنوب وشرق طرابلس لعدم قدرة فرق الصيانة من الدخول إلى المواقع المتضررة نتيجة أحداث العاصمة الأخيرة، قائلا أن صيانة دائرتي شرق وجنوب طرابلس ستسهم في استقرار الشبكة بنسبة كبيرة وفق قوله. دعا النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معتيق إلى دعم لجنة الطوارئ والأزمة لمتابعة أعمالها في العاصمة طرابلس. وأوضحت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على فيسبوك أن معتيق عقد اجتماعا موسعا من أعضاء مجلس الدولة والنواب عن طرابلس الكبرى لمناقشة سبل توفير مادة الدقيق وتحديد سعر الخبز، ذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد. وأضافت إدارة التواصل أن الاجتماع بحث سبل تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين النازحين نتيجة الاشتباكات الأخيرة التي شهدها جنوب العاصمة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس رئيس لجنة الأزمة بالمجلس البلدي طرابلس المركز ناصر الكراوي. أهلا بك سيد الكراوي. بداية، هل عادت كل من المياه والكهرباء بشكل كامل لكل مناطق طرابلس؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة للمياه الحمد لله يعني مع المساء ارتفع الضغط، ان شاء الله نتوقعوا الليلة حتكون في اغلب مناطق طرابلس، لان في المناطق المرتفعة طبعا الصباح ما وصلت لهاش المية، وان شاء الله ما تكونش عندنا مشاكل، لان زي ما يعرف الجميع ان لما الشبكة تفرغ من المية حيكون في الهواء، طبعا الشبكة في نسبة كبيرة من الشبكة متآكلة في طرابلس، فعملية حتى عودة الشبكة هذه بتسبب بعض الاشكاليات في عملية الانابيب. لكن كنت قبل ما نخش الاستوديو كنت اتواصل مع الاخوه في النهر الصناعي ومع الاخوه في شركه المياه والصرف الصحي، عاملين جهد من النهر الصناعي ضخ بكميات كبيره، وان شاء الله غدوه حيبقى في المسار الشرقي. وبالنسبه اللي حتكون منطقه مصراتة وزليط ومناطق اخرى، بالنسبه لمنطقه طرابلس الضغط وصل ل 450 الف متر مكعب، فهذا ان شاء الله يعني هو احتياج العاصمه في العاده. جهد كبير يعني، وهنا نتوجه بكل الشكر لاخوتنا في الجنوب واخوتنا في النهر الصناعي بصفه عامه، ولاخوه في جميع الجهات اللي اشتغلت في عمليه رد المياه اللي كانت الحرب الغربيه هذه تسبت في قطعها وحصول الاضلام الكامل. فيما يتعلق في الكهرباء ايضا زي ما قال السيد محمد كوري، الخط الشرقي والخط الغربي هذا ما فيه مازال مشاكل، ندعو ان احنا لانسحاب القوات ورجوع كل زي ما تم الاتفاق بحيث ان الاخوه في الكهرباء يقوموا بعملهم يردوا خطوط الكهرباء. ايضا فيه نتيجه الاظلام الكامل في وحدات في الزاويه ما البخاريه ما زال ما رجعتش، وهذه ان شاء الله ما ترجع مع انخفاض درجه الحراره، يعني نتوقع ان حتكون ساعات طرح الاحمال يعني لم توجد حتكون خفيفه جدا. وهنا هذا طبعا بجهد ايضا الاخوه في الشركه العامه للكهرباء الفنيين اللي اشتغلوا على مستوى ليبيا بالكامل في عمليه اعاده شحن المحطات بعد الاظلام الكامل هذا اللي حدث لي مرتين، وهذا طبعا يدل على ان احنا عندنا شباب يشتغل يعني. نعم، طيب يعني هذه الخطوه وهذه الخطوات التي قمتم بها كيف تنعكس على عمل المخابز بصوره خاصه؟
بالنسبة لعمل المخابز زي ما قلت في التقرير متاعكم، السيد أحمد معتيق رأي الخميس قبل الماضي اجتماع في المكتب متاعه، وبعدها كنا احنا موجودين كبلديات على أساس عملية أن يتم توزيع الدقيق. الدقيق تم استيراده من الخارج، محتاج لآلية لتنظيمها. يوم السبت الماضي التقينا في اجتماع برئاسة السيد وزير الحكم المحلي ووزير الاقتصاد، وتم وضع الآليات. الأحد أيضا التقوا الفنيين فوضعت آلية لعملية أن توزيع الخبز على المخابز وعلى المناطق، وإن شاء الله أن يكون هذه تمشي الآلية بصورة صحيحة، بحيث أن هي قسمت بالبلديات، كل بلدية بتاخذ الدور متاعها، وهذا طبعا محتاج أيضا لعملية متابعة من الحرس البلدي. فيما يخص المخابز طبعا الكهرباء طبعا لما تتعدل حتؤدي بصورة كبيرة لتحسن وضع الخبزة في المدينة وتوزيعها وأسعارها. طيب، مع إعادة أو حل مشكلة الكهرباء نوعا ما وتوفر كميات من الدقيق، هل تسعى البلدية ربما لإقرار سعر موحد وسعر ثابت للخبز، لرغيف الخبز؟ معلش، احنا قبل 3 شهور او اكثر كبلدية طرابلس المركز عملنا سعر الخبز 6 فردات خبزة بدينار، لكن للاسف واجهنا بهجوم سواء من مؤسسات المجتمع المدني سواء من الجهات كلها، كيف قال هذا الاختصاص اختصاص الاقتصاد، الحارس البلدي ما باش يطلع معنا حتى في الحملات. احنا ننتظر من وزارة الاقتصاد ان هي تصدر تسعيرة وفق ان الدقيق اصبح متوفر، وان هي مسؤوليتها يبقى ان هي تاخذ المسؤوليه هذه، لان هذا دورها. لان احنا لما قمنا به ووجهنا بان هذا ليس مختصاص البلديه. طيب، هل لديكم اي خطط جديده تعملون عليها لايجاد بدائل ربما لتوفير المياه، لتوفير الكهرباء في حال وجود ازمه جديده، اشتباكات او غيرها؟ أختي الفاضلة، طبعا أنا معك بكل صراحة وبارك الله فيك على السؤال هذا، لأن احنا بلدية طرابلس أو حتى من أيام المجلس المحلي سنة 2013 سعينا في إيجاد محطة توليد كهرباء ومحطة تحلية، وصدر حكومة السيد علي زيدان صدرت فيها قرار سنة 2000 في نهاية 2013، ولكن للأسف القرار هذا لم ينفذ. في سنة 2015 بلدية طرابلس المركز ساعدت في فكرة محطة توليد كهرباء ومحطة تحلية في الميناء، الفكرة رفضت. لما جاء المجلس الرئاسي سنة 2016 بلدية طرابلس بالكامل طلبت الموضوع هذا. سنة 2017 اشتغلنا فيه كلجنة أزمة طرابلس والهيئة العامة للموارد المائية، وصلنا حتى لمناطق لتحديد مناطق بديلة عن تجورة في عملية لمحط تحلية المياه، لكن للأسف أن لم يرصد المبالغ هذه لهيئة الموارد المائية باش أن هي يتم تحليل اختيار المنطقة. فيما يخص الكهرباء، لحد قبل الأزمة بشهر كنا في اجتماع مع السادة رئيس مجلس إدارة شركة العامة الكهرباء وعدد المدراء، وفي حلول بديلة نتمنى أن احنا وسريعة يعني تكون ممكن نتيجتها قبل حتى نهاية السنة. نتمنى أن المجلس الرئاسي والمصرفين المركزي ووزارة التخطيط يوفروا الموارد المالية للفكرة هذه الموجودة اللي هي في محطات يعني عاجلة، وهذه حتخفف الضغط في فترة الشتاء إن شاء الله. رئيس لجنة الأزمة بالمجلس البلدي طرابلس المركز ناصر الكريوي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس، شكرا جزيلا لك. توفي صباح اليوم الجمعة في مدينة طرابلس شيخ القراء الليبيين ورئيس لجنة إعداد وكتابة المصحف الشريف في ليبيا الشيخ مصطفى قشقش عن عمر يناهز 88 عاما. وشيع جثمان الشيخ قشقش بعد صلاة الجمعة إلى مثواه الأخير في مقبرة سيد إبراهيم بمنطقة جنزور، وأثناء حضور حشد من ذويه وطلابه ومحبيه. ويعد الشيخ أحد أبرز مشايخ تحفيظ القرآن الكريم والقراء في ليبيا، حيث أشرف على عدد من مسابقات تحفيظ القرآن الكريم داخل ليبيا وخارجها، وتولى عددا من الوظائف في مجال تعليم القرآن والحفظ والتجويد، كما عمل رئيسا وعضوا باللجنة الدائمة لمراجعة وإعداد المصاحف لأكثر من 25 عاما. وهو من أفضل العلماء وأكبر العلماء في علم القراءات. أنا طبعا أكثر به التصاقا، وهو له فضل علينا جميعا أبناء ليبيا، وخاصة في علم القراءات. فهو أول من افتتح معهد القراءات بمدينة البيضاء،
وأنا أحد تلاميذه بارك الله فيه رحمه الله. الشيخ رحمه الله درس أفواجا من الطلبة وعلمهم كثيرا من القراءات. تشرفنا في الجلوس في مرحلة التسعينات الجلوس لجلساته، وهذا شرف لنا بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة التي لا يعلمها الكثيرون أن الشيخ مصطفى قشقش هو كان مكتبة متنقلة في علم القراءات، كان مدرسة بمفرده. الشيخ مصطفى عالم كبير، لست أنا من يتحدث عنه وليس أي أحد من تلاميذه ليتحدث عنه، أعماله تتحدث عنه. العالم الإسلامي يعرف من هو الشيخ مصطفى أحمد قشقش، ذلك العالم الجليل المتواضع الذي لم يكن يتكلم إلا بالقرآن. كان شخص بسيط، كان يحب الصحابة، يحب الدعابة، وكان جاد في تحفيظ القرآن الكريم، لا يلوم لومة لائم فيه أحد من الطلبة سواء طالب صغير أو كبير. وكان شيخ يعني قد ما نتكلموا عليه وقد ما نقدروش نوفوه حقه هذا الشيخ، والحقيقة كان بمثابة الأب لنا جميعا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الأكاديمي محمد خليل الزروق. أهلا بك سيد الزروق. بداية، ماذا يعني فقدان الشيخ بالنسبة للقرآن الكريم ولأهله في ليبيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الشيخ مصطفى قشقش رحمة واسعة، وعوض منه خيرا، وأخلف أهله وذويه وأهل القرآن وطلبته وعوضهم منه خيرا. فقدان العلماء ثلمة كبيرة لا تعوض، وليس من اليسير تعويض مثل هؤلاء العلماء. الشيخ مصطفى قشقش رحمه الله عاش عمرا طويلا معلما للقرآن وحكما في المسابقات و متقلبا في وظائف كثيرة تتعلق بالقرآن الكريم، ورئيسا للجنة إعداد المصحف الشريف. فكان يتميز بالرزانة والوقار وبالعلم الواسع، خصوصا في علم القراءات وبإتقان تلاوة القرآن الكريم. جمع بين العلم والإتقان والتعليم، فهذه خسارة كبيرة. وإن كان من موعظة أو عبرة في فقدان مثل هؤلاء العلماء هي أن نوسع العلم الشرعي وأن نعلم الطلاب حتى نعوض أمثال هؤلاء العلماء، مع أن إعداد العالم ليس بالأمر الهين، يأخذ زمنا طويلا وعقودا ليست قليلة. فالعلم يجب أن يتوسع وأن يتأسس في بلادنا خصوصا. العلم هو الذي يحيي النفوس، نعم. العلم المقارن للخلق والمقارن للعمل، وليس العلم المجرد. طيب، رغم الانقسام الذي تعيش ليبيا ومنذ السنوات، إلا أن الشيخ شكل إجماعا لدى الليبيين عامة وأهل القرآن خاصة، ما الذي جعل هذا الشيخ يعني بهذا الشكل برأيك؟ العلماء الصادقين العاملين يعرفهم الناس ويعرفون علمهم ورعهم وعملهم وإخلاصهم
ولا يخفى ذلك على عموم الناس. أمثال الشيخ مصطفى قشقش نموذج من الناس الذين أخلصوا أنفسهم للعلم وقضوا جل حياتهم فيه تعلما وتعليما وموعظة. أمثال هؤلاء لا يخفى أمرهم وحالهم على الناس، ولذلك تجدهم يجمع الناس عليهم ويعرفون قدرهم ويجلونهم. وكما قيل الجنائز تبين أقدار الناس. أمثال الشيخ مصطفى قشقش من الشخصيات المعروفة وذات القدر الجليل وبين الناس، أمثال هؤلاء لا يخفون على أحد. شكرا لك الأكاديمي محمد خليل الزروق، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا لك. إذا المشاهدين، هذه النشرة متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. وزارة تعليم الوفاق تعلن انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية غدا السبت في كافة المناطق. كانت الفلسفة من وراءها هي جمع أطراف الصراع. ليس لأي شخص أن يحول دون الشعب الليبي. السيد الصديق الكبير أصبح بسبب الظروف الموجودة متفرداً باتخاذ القرار في البنك المركزي. الأطراف المتصارعة هي التي لم تستطع أن تستفيد من الاتفاق السياسي بشكل كامل. هيا هاب الجو، ليبيا ما كانتش فيها سياسة، كنا جدد في السياسة. لا نريد توطين المهاجرين في ليبيا. لا يمكن إطلاق حكم ليبيا عسكري. نحن من البداية لنكون مقتنعين تماما. لما واحد يقول لي من هنا بنقفز لازم خليفة حفتر يحكم ليبيا غصب عنكم، دخلش رأس عقل من اللي قالك بيوافق. تقرير خبراء الأمم المتحدة يتهم صدام حفتر بإخفاء أموال بقيمة تتجاوز المليار دينار. لجنة الأزمة تعلن توفر الدقيق والوقود بطرابلس بكميات مناسبة وسط وصول المياه تدريجيا إليها. ليبيا تودع عميد قرائها ومشايخها الشيخ مصطفى قشقش، ومحبو الشيخ وذووه يشيعونه إلى مثواه الأخير. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية غدا السبت في كافة المناطق دون استثناء وفقا للجدول المعتمد من إدارة الامتحانات. وأكد وكيل وزارة التعليم رئيس اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات عادل جمعة صدور التعليمات لكافة اللجان المركزية للامتحانات بالمناطق بشأن استقبالها للممتحنين في الموعد المحدد حسب قوله. هذا ودعت اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات بوزارة التعليم بحكومة الوفاق جميع الطالبات المشاركات في إتمام مرحلة التعليم الثانوي للتوجه لأقرب مقر للجنة الامتحانية بالمناطق المجاورة لتأدية امتحاناتهن والتي من المزمع أن تنطلق غدا السبت. وأوضحت الوزارة أن الدعوة تأتي على خلفية رفض عميد كلية التربية بجامعة الزوارة في خطاب وجهه لرئيس الجامعة فتح أبواب الكلية أمام الطالبات بحجة غياب الأمن، ما قد يعرض الطلبة وأعضاء اللجنة للاعتداء اللفظي والجسدي ويعرض مبنى الكلية للتخريب حسب قوله. طالبت اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات رؤساء اللجان المركزية بالسماح لطلبة الشهادة الثانوية النازحين من مناطق جنوب طرابلس بالالتحاق بأقرب لجنة امتحانية في أماكن نزوحهم. ودعت اللجنة البلديات ومراقبات التعليم ومديريات الأمن بتوفير الدعم المادي والمعنوي للطلبة النازحين لإجراء الامتحانات التي ستنطلق السبت. وشدد عضو اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات جمال فردغ على ضرورة تكاتف جهود الجميع لإنجاح الامتحانات، مؤكدا حرص الوزارة على إجراء الامتحانات في ظروف ملائمة.
أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل إيقاف عدد من المدارس الخاصة في عدد من المدن والمناطق المختلفة. وأرجع المكتب الإعلامي للوزارة عبر صفحته بفيسبوك قرار الوزير إلى افتقار هذه المدارس للمواصفات الكمية والنوعية والصحية للبناء المدرسي المسموح به قانونا حسب وصفهم. أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عاد الجمعة أن وزارة المالية أحالت التفويض المالي الخاص بعلاوة الحصة وجرى التنسيق معها بشأن آلية الصرف. وأوضح جمعة خلال اجتماعه مع إدارة الاحتياط العام وقسم الشؤون المالية بالوزارة أن العمل جار مع مراقبة التعليم لإحالة الكشوفات التفصيلية لعلاوة الحصة، فضلا عن الانتهاء من إعداد كتاب للمرتبات المتأخرة في إحالة العلاوة لتسريع العمل. أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قيامها بتأمين الطرقات والقاعات في مختلف البلديات لضمان سلامة سير امتحانات الدور الثاني لمرحلة إتمام الشهادة الثانوية التي ستنطلق الأحد. ودعت وزارة الداخلية عبر صفحتها بفيسبوك أولياء أمور الطلبة إلى حث أبنائهم على عدم الانجرار وراء الشائعات والأعمال التخريبية والتعاون مع رجال الأمن ولجان المراقبة، قائلة إن الأوضاع الأمنية مستتبة وتحت السيطرة. وصل وفد من مشايخ وأعيان المنطقة الشرقية إلى مدينة ترهون للمشاركة في اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية المزمع عقده السبت تحت شعار نعم من أجل ليبيا. وكان مجلس مشايخ وحكماء ترهون قد أعلن عن عقد لقاء وطني للقبائل والمدن الليبية في مدينة ترهون لبحث الأوضاع الراهنة في البلاد والنظر في آلية الخروج من الأزمة السياسية. ودعا المجلس كافة رؤساء المجالس الاجتماعية والحكماء والعقلاء والنخب وكل الشخصيات الوطنية إلى ضرورة حضور هذا اللقاء الوطني. أعرب رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان عن أمله في أن تجد حزمة الإصلاحات الاقتصادية طريقها إلى التنفيذ والمتابعة الجادة من أجل أن تأتي بالنفع على المواطنين. وأشاد صوان في كلمة متلفزة بالدور المهم للمجلس الأعلى للدولة في تبني الإصلاحات الاقتصادية والضغط في اتجاه تنفيذها، مشددا على أهمية أن تسهم هذه الإصلاحات في تخفيف عبء الأزمة الاقتصادية الحاصلة في البلاد. إقرار حزمة الإصلاحات الاقتصادية خطوة مهمة جدا، والتوقيت قد يكون حتى قد تأخر قليلا، لكن الأهم أن تتحول هذه الحزمة من القرارات إلى التنفيذ والمتابعة الجادة حتى تنجح تنفيذ هذه الإصلاحات وتؤتي أكلها على الواقع. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج آمر حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى سابقا إبراهيم جدران ضمن قائمتها تنفيذا للعقوبات الدولية بحقه. وقالت الخارجية الأمريكية عبر حسابها بتويتر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سيقوم بتجميد جميع أصول إبراهيم جدران في الولايات المتحدة، وسيحظر على الأشخاص الأمريكيين إجراء أي معاملات معه. نفت إيطاليا تعيين القنصل الإيطالي السابق في بنغازي غويدو دي سانتيس سفيرا جديدا لها لدى ليبيا خلفا للسفير الحالي جوزيبي بيروني بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية. وكانت الحكومة الإيطالية قد عزت ببقاء سفير بيروني هذه الأيام في روما لدواعي أمنية إثر احتجاجات ليبيا على تصريحاته لقناة محلية حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة التي رأتها بعض الأطراف الليبية تدخلا في الشأن الداخلي. مدد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة غسان سلامة حتى 15 من سبتمبر لعام 2019. وأكد المجلس في قراره رقم 24-34 الذي صوت عليه الحاضرون بالإجماع أمس الخميس على أن
تبذل أو تبذل البعثة مساعيها في إنجاح العملية السياسية عبر تنفيذ الاتفاق السياسي ودعم حكومة الوفاق في كافة الترتيبات الأمنية والاقتصادية بحسب نص القرار. هذا ورحبت فرنسا بتمديد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عاما إضافيا. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها التزامها مع الشركاء الدوليين بتنفيذ خطة عمل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بناء على إعلان باريس. ورحبت الوزارة بما سمته التقدم الذي أحرزته البعثة الأممية في تعزيز حضورها في طرابلس، قائلة إن البعثة تؤدي دورا حاسما لدعم الوساطة بين الأطراف الليبية. أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان بليبسي إعادة أكثر من 150 مهاجرا غير نظامي إلى نيجيريا عبر مطار مصراتة الدولي، من بينهم 15 طفلا. وأوضح بليبسي في تغريدة له أنه تم نقل المهاجرين من 3 مراكز للإيواء قبل ترحيلهم إلى بلدهم، مشيرا إلى أن عملية الترحيل تأتي ضمن برنامج العودة الطوعية الذي تشرف عليه المنظمة الدولية للهجرة. أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن استيائها بسبب تقارير تفيد بأن مهربين ومتاجرين بالبشر ينتحلون صفة موظف المفوضية في ليبيا. ودعت المفوضية السلطات الليبية إلى اتخاذ الإجراءات ضد من سمتهم بالمجرمين الذين يحاولون استهداف اللاجئين والمهاجرين، موضحة أنه تم رصد مهربين في نقاط الإنزال يستخدمون سترات ومواد أخرى تحمل شعارات المفوضية. وأشارت المفوضية إلى أن حرس السواحل الليبي أنقذ أكثر من 13,500 مهاجر في 100 عملية متفرقة منذ بداية العام الجاري. تعهد برنامج الأمم المتحدة للمائي بتعزيز دعمه لليبيا من خلال وثيقة برنامجه التي تتضمن أولويات عمله خلال سنتي 2019 و2020. وأوضح البرنامج في تغريدة له على تويتر أنه مستعد لمساعدة الليبيين على تحقيق الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات حكومية فاعلة وشفافة، بالإضافة إلى تعزيز وصول المواطنين للخدمات الأساسية. قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن ما حدث في طرابلس يؤكد الحاجة إلى توحيد جميع توحيد جهود جميع الأطراف لمحاربة الإرهاب. وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي أن الهجوم على المؤسسة الوطنية للنفط ضربة قاسية للنظام الأمني في طرابلس، مؤكدة أن الإرهابيين يسعون لتقويض العملية السياسية في البلاد. واتهمت الناطقة باسم الخارجية الروسية الدول الغربية بتدمير ليبيا عبر تبني تجارب فاشلة لحل أزمتها على حد تعبيرها، مستدلة بحالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ سنوات. شهدت مدينة نالوت بالجبل الغربي حفل زفاف ل35 عريسا بإشراف من تنظيم جمعية الرحمة للأعمال الخيرية وعدد من الجهات الحكومية ورجال الأعمال بالمدينة. وحضر فعاليات العرس الذي يقام في دورته 15 عدد من أهالي المدينة وأعيانها والمسؤولين بالبلدية والقطاعات، وألقيت فيها عدد من الكلمات التي أشادت بالمبادرة وأهميتها في ظل الظروف التي تشهدها البلاد. تكلف هالظروف الموجودة حاليا إن شاء الله، لكن مدينة نالوت لها 15 دورة حتى من قبل، يعني تعتبر أول مدينة تبادر بالعرس الجماعي، يعني تحتضن الدورة 15 للعرس الجماعي 13/9/2018 بعدد 35 عريس و35 عروس، هذا برعاية كلها برعاية أهل البر والإحسان نالوت. الجمعية هي جمعية الرحمة للتضامن الاجتماعي. نظمت بمدينة الزاوية الخميس ندوة تحت عنوان الدستور والإطار القانوني للحكم المحلي والإدارة الرشيدة بإشراف منظمة طيور السلام ومنظمة نبض ليبيا. وتركزت الندوة حول نظام الحكم المحلي والنصوص المتعلقة به في مسودة الدستور
إضافة للحكم المحلي والإدارة المحلية بحضور عدد من المهتمين من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المهتمين بالشأن العام. قمنا جلسة حوارية حقيقة تتعلق بمشروع الدستور الليبي في إطار الارتقاء بمستوى المعرفة بمشروع الدستور الليبي حتى يفهم الناس ما هو الدستور الليبي، ما هي الأشياء الموجودة في الدستور الليبي، حتى عندما يقوم مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء يستطيع الناس أن هو يتخذ القرار المناسب حيال هذا المشروع. اليوم شهدت بلدية الزاوية الغرب إقامة تنظيم حوارية حول الحكم المحلي ونصوص المواد الموجودة في مسودة الدستور، وكذلك أيضا القانون 59 لسنة 2012 وتعديلاته فيما يتعلق بالحكم المحلي والإدارة المحلية وشو الفرق ما بين الحكم المحلي والإدارة المحلية. وتطرق الحاضرون أيضا لنقاط القوة والضعف بالنسبة لمسودة الدستور، وهل بالإمكان أن نحن نطالب بالاستفتاء والاستعجال بالاستفتاء على هذه المسودة من أجل إخراج الدولة من ما هي عليه اليوم. أقيم بمصر الملتقى الأول لعلماء ومشايخ ليبيا بحضور عدد من العلماء والمشايخ من أتباع المذهب المالكي والمذهب الإباضي. وناقش الملتقى دور العلماء في حقن الدماء وجمع الصف وتوحيد الكلمة والحفاظ على وحدة البلاد، كما ناقش الحاضرون مواجهة الغلو والتطرف الديني وأخذ الدين كستار لأفكار معينة وتسييس الفتاوى وخطر استيرادها من الخارج واستيلاء بعض التوجهات والأفكار المتطرفة على الجهات الأمنية والعسكرية. وتناول الحاضرون الأفكار المستوردة التي يتم زرعها في عقول أبناء الوطن الدارسين بمراكز التحفيظ والمدارس والجامعات والمدارس الدينية غير المعتمدة من الدولة. طبعا هذه المنهج والهدف من قيام هذا التجمع هو معالجة الأشياء اللي صارت في رابطة علماء ليبيا بعد سنة 2014 بين معارض وبين مع وضد، وصنف ثالث أصبح هذا الصنف يعني سلبي ولا يريد أن يشارك باعتبار ما حدث وقع بين المشايخ. في هذا التشظي أردنا أن نقيم تجمع آخر يحمل اسم التجمع الوطني، وطنية منا لهذه البلاد وخدمة منا لهذه البلاد لعلماء ومشايخ ليبيا، يحوحد كلمتهم، يجعل كلمة العلماء الوسطية واحدة متعاضدة. رصدت قناة ليبيا الأحرار انفراجا في أزمة الوقود بمدينة بني وليد بعد قيام لجنة الأزمة بتوفير البنزين من مستودع شركة الإبريغا لتسويق النفط بمدينة مصراتة. التقرير التالي يرصد لنا مزيدا من التفاصيل. انفراج في أزمة الوقود تشهده بني وليد، وتتجلى مظاهره واضحة في محطة الوقود التي استقبلت كمياتها من البنزين من مستودع مصرات النفطي. أمر أكده أحد سائقي شاحنات الوقود لليبيا الأحرار، موضحا أن عملية ضخ البنزين للمحطات تسير بشكل سلس وبمتابعة لجنة الأزمة وبتأمين من مديرية أمن بني وليد. قمنا بنقل الوقود من مدينة مصراتة لمدينة بني وليد من جوع عن طريق بوابة 60، ويمنوا فينا الشرطة، شرطة بني وليد يعني سيارة الشرطة، احنا خاشين واحنا طالعين وصلوا فينا للبوابة الحق، والقصد الطريق امنة كويسة، وحتى الوقود يعني في المدينة تحسن يعني يجنب كميات لباس بها يعني في اليوم. من جانبه قال مدير محطة الحي الصناعي علي دروخ إن خزانات المحطة ممتلئة بما يقدر بثمانين ألف لتر، وستفتح أبواب المحطة على مدى 24 ساعة، إلا أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تؤثر سلبا على سير عملية التوزيع. والآن الوقود متوفر ولازم قاعدة شوية ما زالت زحمة والناس الاستحامة خطر الكهرباء غير متوفر وغير موجودة، انقطاع التيار الكهربائي باستمرار. أما بالنسبة لوقود الديزل فذكر عدد من أصحاب المحطات أنه لم يتوفر بعد بالكمية المطلوبة والمعتادة، خاصة وأن الطلب عليه في ازدياد من قبل أصحاب المخابز والمواطنين لتزويد مولدات الكهرباء في ظل انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر. هذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النشرة. إليكم تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين.
تقرير خبراء الأمم المتحدة يتهم صدام حفتر بإخفاء أموال بقيمة تتجاوز المليار دينار. لجنة الأزمة تعلن توفر الدقيق والوقود بطرابلس بكميات مناسبة وسط وصول المياه تدريجياً إليها. ليبيا تودع عميد قرائها ومشايخها الشيخ مصطفى قشقش ومحبو الشيخ وذووه يشيعونه إلى مثواه الأخير. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإنترنتي بالأحرى دوت تي في وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. دمتم بالخير.